الآن جاء موعدنا مع الوقفة الاقتصادية لنشرة السادسة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا دينا وشكرا أدا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة. أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحليلاً تناول خلاله دور الرقمنة في تحسين أداء الشركات وتعزيز مرونتها في مواجهة الصدمات. أشار المركز إلى دور السياسة المالية في تعزيز الرقمنة على مستوى الشركات ومدى تباين حجم تأثير الصدمات في الشركات الرقمية وغير الرقمية على مبيعات وأرباح الشركات وعلى التوظيف. أكد وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا أن إنتاج حقل شمال جيسيوم الشمالي قفز من 4000 إلى 19000 برميل زيت يوميا، وزاد الاحتياطي المؤكد من 118 مليونا إلى حوالي 203 ملايين برميل خلال النصف الأول من العام الحالي. جاء ذلك خلال افتتاح الوزير لتوسعات حقل شمال جيسيوم الشمالي في منطقة امتياز بتروجيل بخليج الزيت بالصحراء الشرقية، والتي شهدت تطورا وزيادة في الإنتاج. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين وسط تداولات تجاوزت 3 مليارات جنيه، وارتفع رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالسوق بنحو 19 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.1 تريليون جنيه. أما على صعيد المؤشرات فارتفع مؤشر EGX 30 بما نسبته 1.88% ليصل إلى 17534 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 متساوي الأوزان النسبية بما نسبته 77% ليصل إلى 3263 نقطة. وكذلك صعد مؤشر EGX 100 متساوي الأوزان بما نسبته 1.13% ليحقق ويصل عند 4899 نقطة. تراجعت الأسهم الأوروبية متأثرة بعدم اليقين في إقرار الكونغرس الأمريكي لاتفاق سقف الديون الأمريكية ليجنب البلاد تعثراً كارثياً عن السداد، وقد هبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 2% وسط توقعات الاكتساب التداولات لزخماً كبيراً مع إعادة فتح أسواق الولايات المتحدة وبريطانيا بعد عطلة ماضية. كما انخفض سهم نسلة ب8% بعدما قالت مجموعة المواد الغذائية السويسرية، قالت إنها عينت المديرة المالية في مجموعة بورصات لندن رئيسة مالية جديدة لها. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال في نشرة السادسة، ونعود لاستكمال ما تبقى من أخبار مع دينا وأدا. شكرا لك مصطفى.